العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. أن يسأل لأسئلة خاصة في مواضيع مختلفة، لكن نحب أن يكون أسئلتكم متصلة بموضوع محاضرة فضيلة الشيخ، مرتبطة أيضا بأسبوع هذه الجامعة. وشكرا لكم، وليتفضل فضيلة الشيخ. مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة التي هي أول ليلة من عام 1400 من الهجرة النبوية، أن أتحدث إلى إخواني في القاعة رقم 26 ألف بالبهو الرئيسي في جامعة الملك سعود رحمه الله. وإنني أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وهذا الحديث، ثم أشكر إدارة الجامعة على أن توجه الدعوة إلي للمشاركة في هذا الأسبوع، أسبوع البيئة. والبيئة هي عبارة عن المجتمع ككل، لأنها من التبوؤ، تبوؤ المكان. والأمة كلها بيئات مختلفة، إما في القوميات، وإما في الديانات، وإما في اللسان، وإما في غير ذلك. لكن البيئة المسلمة تختص بأنها بيئة الشريعة الإلهية الخالدة الباقية، التي نسخت جميع الشرائع السابقة التي قال الله تعالى عنها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عن هذا الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في عيد الأسبوع وفي أفضل أيام السنة، نزلت في حجة الوداع يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة. إننا حينما نتحدث عن البيئة وحمايتها، لسنا نتحدث عن تلوث الجو أو تلوث سطح الأرض أو نقص المياه أو تلف الأشجار، بل نتحدث عن شيء فوق ذلك، ألا وهو حماية البيئة في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملة. وإني واثق من أننا إذا حمينا البيئة في هذه الأصول الثلاثة فإنه سوف يكون ما بعدها تبعا لها. لا بد أن نحمي البيئة في العقيدة، بحيث نحمي العقيدة السليمة التي تلقيناها عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة، وعن أئمة المسلمين من بعدهم. لا بد أن نحمي هذه العقيدة من كل كدر يشوش عليها. إن هذه العقيدة ترتكز على أصول ستة
بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا بد أن نحمي العقيدة من كل ما من كل من يوجه إليها ما يخدشها أو يثلمها من التشكيك وطرح الإشكالات التي يتعمد طارحها أن يضع هذه الإشكالات ثم لا يحلها. ولو أنه طرح هذه الإشكالات ثم حلها لكان خيرا، لكن أما أن يطرح الإشكال والتشكيك ثم لا يحلها إما عمدا وإما جهلا، فلا شك أن هذا ضرر عظيم على البيئة. لا بد أن نحمي العقيدة من أمثال هؤلاء، لا بد أن نحمي العقيدة من كل قول يخالف ما كان عليه السلف الصالح، سواء كان هذا يتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته، أو يتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يتعلق بالقرآن الكريم، أو يتعلق بالخلفاء الراشدين، أو يتعلق بالصحابة المرضيين، أو غير ذلك. يجب أن نحمي الشعب في عقيدته، ولا شك أننا نسمع ونقرأ عن انحرافات كثيرة في هذا فيما يتعلق بذات الرب عز وجل أو بأسمائه وصفاته من علماء سابقين أو علماء معاصرين، فلا بد أن نحمي هذه العقيدة. والحق ولله الحمد بين، لا يخفى على أحد منصف ذي علم. يقول الله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وليس في القسمة شيء ثالث. لا بد أن نحمي هذه العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من كل محرف، من كل ممثل مشبه لله بخلقه، من كل معطل للنصوص الشرعية عن مدلولها المرادة بها، من كل معطل لصفات الله عز وجل. ونستعين بهذا ونستعين على هذا بما كتبه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء المسلمين. لا بد أيضا أن نحمي البيئة المسلمة من الأخلاق السافلة التي يتلقفها سفهاء الناس، فهناك قنوات كثيرة موجودة في وسائل الإعلام تحتاج بل في ضرورة إلى حماية الأمة من شرها، وذلك بتقليصها ما أمكن ثم التحذير منها بقدر الإمكان، لأن من ألقى نظرة قصيرة فاحصة فيما يكتب في وسائل الإعلام أو استمع إلى ما ينشر ولا سيما في القنوات الفضائية وجد أن أخلاق المسلم مستهدفة، فلا بد
أن نحصن شبابنا من ذكور وإناث من مثل هذه الوسائل التي تدمر الأخلاق تدميرا. ولا ريب أن الأمر كما قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن الإنسان إذا أطلق العناية لنفسه في مثل هذه الأخلاق فسيكون بهيميا، سيكون بهيميا، بل ستكون البهائم خيرا منه، لأن الله أعطاه عقلا وأقام الحجة عليه بما أرسل به الرسل من الوحي، فصارت مخالفته أعظم من مخالفة البهيمة التي ليس لها عقل ولم يبعث إليها رسول. إن علينا أن نحمي شبابنا من ذكور وإناث من هذه الوسائل التي شعرنا في ظرف قليل وفي أيام قليلة بتأثيرها في الشباب من ذكور وإناث. وليس هذا موضع ذكر الأمثلة لأن الوقت قصير، ولأنه قد يكون من المناسب ألا تذكر، لكن أنا عندي علم أشهد الله عليه بأن تأثير هذه القنوات في هذه المدة القليلة تأثير بالغ. نحتاج إلى حماية شبابنا من هذا في المعاملات. نجد أن الأمة محتاجة إلى حسن المعاملة، سواء كانت في الرجل مع أهله، في الزوج مع زوجته، في البائع مع المشتري، في المستأجر مع المؤجر، أو في غير ذلك. إننا نجد معاملات سيئة تصدر بين الزوجين، بين الرجل وامرأته، تجده مثلا يطلقها بأي سبب، ثم إذا طلقها ذهب يقرع باب كل عالم لعله يجد مخلصا من هذا. فكان على أهل العلم أن يوجهوا الأمة إلى ما وجهه إلى ما وجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له رجل: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب. وكل هذه المفاسد إنما تكون من الغضب، والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يصبح لا يعي ما يقول. علينا أيضا أن نحمي أمتنا من المعاملات المحرمة المشتملة على الربا أو على الميسر أو عليهما جميعا. وهذا والحمد لله أمر لا يشكل على كثير من طلاب العلم. ولا شك أن الأمة إذا ارتمت في وحل الربا صارت مشابهة لمن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من الذين ذكر الله عنهم أنهم يأخذون الربا؟ هم اليهود. فإذا تكايست هذه الأمة على الربا صار فيها شبه من اليهود الذين قال الله عنهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وأنا لا أريد أن نضيق على الناس المعاملات
بل نبين الربا ثم نفتح أبواب الحلال، وأبواب الحلال والحمد لله أكثر من أبواب الحرام. ألم تروا أيها الإخوة